لو الحكاية فيها إن فيتو فإياك إياك أن تقع فيما نهى عنه المصطفى عندما قال كفى بالرد كاذبا، والكذب هو أشد جريمة يقع فيها من يتكلم. كفى بالرد كاذبا أن يحدث بكل ما سمع، وانتقد وتعقل واستمع ولا تبادر بسوء ظن، فإن سوء الظن أكذب الحديث. إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصى صاحبه الفقيه ابن الفقيه، أستغفر الله أعلم الناس بالحلال والحرام، معاذا رضي الله عنه لما استلقى. في